بسم الله الرحمن الرحيم، دي الحلقة الثانية. ازاي تنشئ مكتب تصدير؟ هقولكم ان شاء الله خطوات ازاي تنشئ مكتب تصدير، وخلال الفيديو ان شاء الله هتعرف جميع مراحل خطوات انشاء المكتب. اول حاجة لازم يكون عندك مقر اداري. المقر الاداري ده بيتأجر اي شقة، بس تكون مخصصة انها تكون ادارة. بيجيب العقد الايجار، بتروح الشهر العقاري بتوثقه، بتعمل له حاجه اسمها اثبات تاريخ. بعد كده بتاخد العقد الموثق عليه من الشهر العقاري، بتروح بيه هيئه الضرايب. هيئه الضرايب بتسالك عاوز تعمل ايه، النشاط اللي عاوز تفتحه، بتقول لها مثلا عاوز اعمل نشاط مكتب تصدير، بتصدير حاصلات زراعيه، بتدفع الرسوم، يعني حاجات بسيطه يعني. طبعا كلها بالجنيه المصري، انا بتكلم عن تأسيس المكتب هنا في مصر. بتعمل لك ملف ضريبي، وبعد كده بتطلع على هيئة الرقابة الصادرات والواردات، بتسجل نفسك انك عاوز تنشئ مكتب، فبتقدم الملف الضريبي وصورة عقد الإيجار وصورة من بطاقة الرقم القومي. بعد كده بتروح حاجة اسمها غرفة التجارة، بتأيد المكتب هناك وبتدفع الرسوم المالية، لو حسب رأس المال، لو هنعمل مثلا 500,000 جنيه رأس المال، فأنت هتدفع حوالي ما يكون من 1500 جنيه في غرفة التجارة. وغرفة التجارة بتديلك شهادة إثبات المهنة. بعد كده بترجع تاني لغرفة هيئة الصادرات والواردات، بيدولك جواب تقدر تحضر بيه دورة اسمها مزاولة مهنة التصدير. البرنامج ده عبارة عن كورس لازم تاخده في الشيراتون، عبارة مدته ما يكون من 10 أيام، تدرسه عشان تقدر تاخده على السجل المصدرين. هو كورس جميل جدا، وهيشرح لك فيه الحاجات بشكل نظري. بعد ما تاخد الدبلومة والشهادة، هيدولك الشهادة، تاخد الشهادة دي تطلع بيها تاني على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، هيدولك في الآخر سجل المصدرين، وتدفع النظير ذلك رسوم حوالي 1600 جنيه مصري، وتستلم سجل المصدرين. فأنت بالتالي بتبقى انشأت جميع الأوراق القانونية لتأسيس مكتب تصدير في مصر. طبعا إن شاء الله في الحلقة الجاية هتكلم عن شركة التصدير، وإزاي تجيب عملاء، وإزاي تبتدي تصدر. شكرا.